رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ريف باك، رحلتنا مكملة كل يوم للتسعة ونص، يواصل فيها القيادة لو جران برنس منصور بن سعيد، نشمل على مريادي والتسعة ناصر البدوي، الفنان المقدم والمنشط لو جران زياد المكي، أوبرا العرب سندريلا وميمة العياري، هي الكواليس بامتياز تصفيق السيد برهان بسيس، تعلن التمرد على زوجها والطالب وأنه يتلهى بها أقل من هذا تصفيق سونيا الدهمانية. واصلين رحلتنا حتى للتسعة ونص نتاع الصباح، بعد شوية رامي في الرادار، قبل هذا زياد يطلب الكلمة. يا رفيق تسريب خطير قبيليك في البوز، نحن نحكي وسمعت برهان يحكي بالعبري في التليفون، درا مع شكون بالعبري وراه متصرح، راه مصلي بلبل شالوم شالوم، وكيفاش يحكي الراف ربي قد الخير، رد بالك من البلاتو نتاعك، راه في بالك كي نجموا ردونا نتبعوا في جرة برهان، يعني تبعنا وكملنا صحيت بلون اللوحة غير بريء، الاختيار غير بريء. رامي ايش حضر لنا توت سويت في الرادار؟ في تونس تعداو علينا برشا وعود سياسيه، انواع وشكال خويا بيان سور ما الحق منها شيء، اما شفنا برشا وعود، والباهي في السياسيين نتاعنا الحق نتاع ربي الكرياتيفيتي، شفت كل وعد ما يحقوهوش يفاجئوك بوعد ما خير منه وما يحقوهوش زاد، هذايا جديد وحلو برشا سيراج الغنوش. انا مبشر شباب التونسي من انه ثم 10,000 شاب باش يشتغلوا هذه السنه 2021، فهي سنه مباركه على هؤلاء الشباب، معنى ذلك انه عائلات باش تتفرهد وانه الزيجات باش تقوم، الشباب باش يتزوجوا الحمد لله. نعم سي راشد سامحني، باش تعملوا لهم الشباب عم جاي؟ الزيجات باش تقوم، الشباب باش يتزوجوا الحمد لله. اباي الشباب الكل باش يحرص عام 2021 سي راشد الكل؟ عمالة اللي يقول لك قال لك سراج الغنوشي بيدو باش يشارك في عملية الخطبة وكتبان صداق الكل في البلاد، عمالة ترى مهم ما فماش عرس قال لك مانيش باش نشهد عليه، عرس عرس انا مش ندور من دار لدار ونكون شاهد في صداقات الكل، مالا وينك انت يا ودي شعار المرحلة الجاية. وشوف سبحان الله، شفت الكرياتيفيتي هذه اللي عند السياسيين التوانسة تلقاها نفسها كوبي كولي عند الشعراء التوانس، والبارح سمير الوافي جاب لنا الشاعر، يا بابا يا بابا شيخة شيخة قدش كرياتيف، ملا قصيدة وملا كلمات وملا شعر. أراك توشوش في مسمعيها، سلاما عليها، سلاما عليك، سلاما علينا، سلاما علي، سلاما على اليوم يوم ولدت، سلام عليكم، سلام علي. حلو المجهود واضح، لا تعب موجود، ما فهمت كاتب قصيدة باش يسلم على العباد، لا حنا المعلم جاي عايد يا خويا بحذانا اللي في التلفزة. سلاما عليك، لا غول غول في الكرياتيفيتي، ملا وينك ملا إجا، وشوف انت الكرياتيفيتي اللي عند اللي جابو عند سمير الوافي، اللهم صلي على النبي يعني ما تضر وكا سمير، عنده ثقة باش يدخل الفرنسي في العربي، ما لقيت عند حتى حد. باش نحكيو على برشا حاجات منير بن صالح اليوم، لأنه نظرا لكونك محامي أو شخصية بوليميكية، محامي بوليميكي ريتها سمير الوافي الوحيد اللي عنده شجاعة باش يهز كلمة فرنسية للعربية الفصحى، ما بدرجة الفصحى بيدها بوليميكية، كسرة وشدة وتامو غلقة، ما عنده حتى مزية. بالحق سمير وإنسان بوليميكي. اسكت اسكت اسكت، انت بالذات يلزمك تسكت. يقعد اللي عامله سمير في الفرنسي أبرك برشا من اللي صاير في الانجلي في تونس، يا بابا الكرونيكور الجديد اللي مع لطفي العبدلي، عيني ما تضر وقسم قوتو انجلي، شفت حطه في الانجلي يرتاح، راهو عنده جمل الانجلي وبابا ما يقولهم جي واك واك فيهم. انا جبت الميكرو، انت عندك حاجه عندك قصيده؟ ما هو يكتب في الشعر هو، اما لحظه خلي يبدا هو ساعه. ليديز فيرت ليديز فيرت ليديز فيرت، يا ودي يا ودي شبيك، ها وين ماشي وين ماشي، فرتز فرتز ليديز فرتز فرست اسمها يا منصف، يا ودي شنو تو الفرتز هذا يا ربي، كلام تو هكا اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بارادتهم. ثمانية أو تسعة عشر دقيقة، تحية صديقنا رامي في الرادار.